in Banha University. فهنبدأ مع دكتور حسام بيه، ومعانا أخونا الكبير دكتور محمد بيه جود. اتفضل يا دكتور حسام. شاكرين جدا يا دكتور محمد. فيرست اوف اول، احنا طبعا يعني المحاضره ديت هي اول محاضره في اول كورس بعد وفاه اخونا الدكتور الزهر عليه رحمه الله. ودكتور عمرو يعني هو اخ وصديق من 30 سنه، من اول ما بدانا في سنه اولى مع بعض لحد النهارده، لحد وفاته، والى ان يعني الى ان تقوم الساعه، لان ربنا يجمعنا بيه على خير ان شاء الله. نسال الله ان هو يرحمه ويغفر له ويجعل علمه في ميزان حسناته، ويجعل الخير اللي كان بيعمله في ميزان حسناته، ويخلف عليه في اولاده ان شاء الله. المحاضرة دي يعني إلى روح أخي وصديقي الدكتور عمرو الجزار. الأوبجيكتيفز، إحنا في عندنا طبعاً، إحنا طبعاً دي أول يعني تعتبر تاني محاضرة في الكورس بتاع الشولدر، فيعني لازم إن إحنا نتكلم على الأناتومي أوف ذا شولدر، ريفيو ديفرنشال دياجنوزس أوف شولدر كومبلينتس، علشان نبقى عارفين إذا كنا هنتكلم على حاجة يعني لازم نبقى عارفين إحنا بنفكر في إيه. إذا كنا عايزين نشخص حاجة، يعني احنا هنعمل examination للشولدر، يبقى لازم نبقى عارفين احنا هنعمل ايه، يعني احنا عايزين نوصل لايه. Review of clinical history and physical examination of the shoulder، ولازم نمشي systematic. وبعدين هنعمل hint كده على common shoulder injuries characteristic physical examination. البريف ابيدميولوجي، شولدر بين از ا كومن كومبلينت ان برايمري كير، بيبقى سكند اونلي تو ذا ني بين فور سبيشالست اوفيرا. موست كومن كوزز ان ادلتس في البيك من 40 ل 60 ايجز، سب اكرومال امبنجمنت والروتيتور كاف بروبلمز. لاسيليتيك انجلس بتبقى من حوالي 8 ل 13% في الاسيليتيك انجرز. طبعا الـ بالنسبه للجماعه اللي هم اللي بيشتغلوا سبورتس، بيبقى الكومبلين بتاع الشولدر بين الانستابيليتي ده بيبقى عالي جدا. الاناتومي، احنا بنتكلم على البون 3 بونز، هيومرس وسكابيلا وكلافيكل، 3 جوينتس، جلينو هيومرال جوينت، الاكرومي كلافيكولار جوينت، ادي جلينو هيومرال جوينت، الاكرومي كلافيكولار جوينت، وادي الاسترنو كلافيكولار جوينت. في طبعا الاسكابيولو ثوراسيك ارتكوليشن. الهيومرس، في عندنا الهيد اوف ذا هيومرس، وادي الجريتر تيوبروستي، وادي الليسر تيوبروستي او تيوبركن، والبايسيبتال بينهم في البايسيبتال جروف. وفي عندنا هنا الدلتويد تيوبروستي. السكابيلا عباره عن 3 انجلز، سوبيريور انفيريور، وفي عندنا سوبيريور، وفي اللاترال انجل. السكابولا بنتكلم دايما على الجلينويد ارتكوليشن والاكروميوم والكروكويد والسب كروكويد سب سكابولار بيرسا فصه، سب سكابولار فصه وسوبرا سكابولار فصه والانفرا سباينيتس. ده الفيو من البوستيريور، ده السوبرا سكابولار سوبرا سباينيتس فوسا، وادي الانفرا سباينيتس، وتبقى من قدام السب سكابولارز. الجلينو هيومرال جوينت عباره عن بول اند سوكيت، وده عباره عن زي كره الجولف كده، لما بتتحط على
دي بتاع اللي بتشيلها بتبقى فيري موبايل. طبعا البرايس بتاعها ان هو في انستابيليتي 45% ديسلوكيشنز يعني بتحصل ديسلوكيشنز علشان في السبك جلينو هيومرال انستابيليتي. وطبعا بتعتمد على مالتيبل فاكتورز واحنا هنتكلم في الموضوع ده بعد كده في ديت اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها ان هو يعني في حته كبيره حته يعني هيد كبيره مع جلينويد صغير. الجلينو هيومرال ارتكليشن ديت بس في انستابيليتي جوينت كونفورميتي وبيعتمد على الجوينت كونفورميتي. الجلونيد ليبرام بتزود 50% من الاستابيليتي والجوينت كبسول والليجمنتس وده كلها مع البوني ريستريس. ده طبعا الليبرام اهي وادي الهيد ادي الليبرام بتزود الديبس بتاع الجلوميد كافيتي. ديت الليجامنتس اللي هم السوبيريور جلينو هيومرال ليجامنت الميدل جلينو هيومرال ليجامنت وادي الانفيرور جلينو هيومرال ليجامنت. ديت طبعا يعني الصوره بتوضح الايه المسلز. في عندنا الدلتويد انا معلش انا بتكلم على الاناتومي يعني بس يعني كان لازم احنا نتكلم على الحاجات ديت الدلتويد والترابيزيوس واللومبايدوس والفيتروسكابيلا كل الكلام ده هيتقال بعد كده وهم هيتشرح بعد كده في الاستابلايزرز والروتيتور كاف. نعدي الحاجات ديت. الروتيتور كاف اللي هي طبعا لازم نبقى عارفينها اللي هي السوبرا سباينيتس والسبسكابيلاريس سوبرا سباينيتس وانفرا سباينيتس والسبسكابيلاريس والتيرز ماين. في عندنا البيرسا اللي هم السب اكروميال بيرسا والسب دلتويد السب اكروميال سب دلتويد والسب كوراكويد بيرسا. دي برضو صورة بتبين لنا البيرسا. النيورولوجيك برضو في عندنا البريكل بليكسس بتبقى ماشية جنب ال تحت الكلافيكل على طول في الاكزيلا والبريفرال نيرفس برضو بتبقى ماشيه قريبه من الشولدر جوينت. الكوردينيتد موشن بتاعه الشولدر بتعتمد على الجلينو هيومرال موشن والاكرينو كلافيكولار موشن سترنو كلافيكولار موشن والسب سكابيلو ثوراسيك موشن. ديفرنشال دياجنوزس احنا بنتكلم على امبنجمنت سندروم السبكرونال برسايس والروتيتور كاف والروتيتور كاف تيرز والبايسيبس تندنوباسي اديزف كابسولايتس والسكابيلو ثوراسيك ارثرايتس الجلينو هيومرال انستابيليتي الكلافيكال فراكشر طبعا الحاجات ديت في التروما. الاذر ارثريتك ديزيز لازم نبقى حاطين في دماغنا برضو الروماتويد والجاوت والسيستميك لوبس السيبتيك ارثرايتس لافاسكولار نيكروزس والزهيد نيو بلاستيك ديزيز خصوصا الميتاستاسيس الثوراسيك اوتليت سندروم المايوفيشال بينز والريفيرال بينز ده مهم جدا من السيرفايكال راديكولوباسي كاردياك في الليفت سايد الريفيرد من الكاردياك ديزيز او اورتيك انيوريزم او الابدومينا الابدومين في الدفريم وال في اليمة الثانية في الرايت في الجول بلادر بتعمل ريفيرد بين في الرايت شولدر. نيجي بقى للاكزامينيشن او قبل ما ندخل على الاكزامينيشن لازم نكون واخدين البرايف هيستوري كلينيكال هيستوري. السيمتوم المهم جدا في الشولدر اللي هو البين ولازم نعمل له كاركترايزيشن هل هو ثروبنج هل هو ضال ايك هل هو نيوروجينيك. اللوكيشن اوف بين طبعا بيفرق معانا وخصوصا اذا كان المريض بيقدر يشاور على حته معينه من الشولدر بتاعه ده بيفرق معانا كتير اللي هو يقدر يشاور على الحته بتاع السوبرا سباينيتس او بيشاور شويه ينزل تحت شويه على البايسبس تندون
او ان هو يعمل يشاور على البوستيريور او على الاي سي جوينت. طبعا يعني ده هو لو يعني لو بيقدر يعمل كده. الويكنس ده برضو من الحاجات اللي هي اللي ممكن يعني تفرق معانا او المريض يكون بلين منها. الديفورميتي في خصوصا السكابلر وينج والديسلوكيشن والكلام ده. الانستابيليتي ان هو في عنده ريكورنت ديسلوكيشن اوف ذا شولدر. المريض بيجي يقول انا كتفي اتخلع كذا مره او اتخلع مره في الاول وبعد كده بدا يتخلع او الكلام ده, او بحس ان هو في الكتفي مش بيخرج من مكانه وبيرجع تاني. فده اللي هو الانستابيليتي. اللوكينج والكليكينج والكلانكينج ده كلهم حاجات بتحصل في بنشوفها في الشولدر بيجي يشتكي منها المريض, وهو ده بيبقى معتمد على باثولوجي. بنساله طبعا على السبورت او الاوكيبيشن, وديت مهمه جدا. اذا كان هو يعني مثلا الكاربينترز الجماعه اللي بيشتغلوا بالرولا اللي هي الجماعه اللي هم اللي بيشتغلوا الصناعيه الوركرز, اذا كان ويت ليفترز, ده بالنسبه للاوكيوبيشن. انما بالنسبه للسبورتس الجماعه اللي بيلعبوا طايره, الجماعه اللي هو فولي بول والهاند بول والسله الباسكت بول, والجماعه اللي هم السويمرز, ده برضو من الحاجات اللي هي بتاعت السبورتس دي. او اذا كان بقى بعد كده اللي هو بنسال على البريفيوس تريتمنتس, اذا كان المريض خدع حاجه قبل كده ولا لا. اذا كان هو في طبعا تعمل له ريدكشن قبل كده, تعمل له فيكسيشن قبل كده, الكلام ده ده بنسال عليه. الفيتنج او الاكسسيربيتنج فاكتورز, وطبعا من الاول خالص لازم نبقى عارفين هو اكيوت ولا كرونيك وتروماتيك ولا في هيستوري اوف تروما ولا لا, وهيستوري اوف فيبريور انجري. الميكانيزم اوف انجري طبعا لازم نسال على اذا كان في انجري يبقى نعرف ان هو في ميكانيزم ولا ما فيش, يعني ايه اللي حصل بالظبط. كان بيحدف حاجه, بيشد حاجه, كان في خناقه, الكلام ده بيفرق كتير. طبعا السن بتاع البيشنت بيفرق معانا, وخصوصا في الحالات بتاعه الانستابيليتي. الكلينيكال اكزامينشن, هنيجي بقى عند الكلينيكال اكزامينشن. لازم نبقى نمشي سيستماتيك علشان نوصل لدايجنوزس مظبوط. اول حاجه نعمل اندريس البيشنت في الجزء الفؤاني ونمشي سيستماتيك. اندرس بنبدا بالانسبكشن, ونبدا بقى زي ما احنا ما قلنا اتعلمنا من اساتذتنا قبل كده ان هو والكتاب بتاع قبلي زي زمان, ان احنا بنعمل اكزامينشن لوك فيل موف اند دو سبيشال تيستس. فاحنا هنلوك فروم front and from the back and بنشوف ال height of the shoulder and the scapula 200, ونشوف ال asymmetry او اذا كان في obvious deformity, اذا كان كده اللي هو ال asymmetry, اذا كان في deformity ولا ما فيش, اذا كان في برضو نفس الحكايه بنشوف اذا كان في wasting او deformity او ايكيموزس. ديت وينجينج اوف ذا سكابولا, ديت برضو من تعتبر من الديفورميتي, ماشي. والايه المسل اتروفي سواء بقى السوبرا سباينيتس او الانفرا سباينيتس او الدلتويد مسل. نيجي بعد كده للبالبيشن. بنعمل بالبيشن اتريست ويز موفمنت. بنبلبيت طبعا لازم نبقى عارفين زي ما احنا ما شرحنا قبل كده الاناتومي,
يبقى احنا لازم نبقى عارفين البوني ستراكشرز وبين بالبيت الجوينتس والسوفت تشو. يبقى احنا بين بالبيت البوني ستراكشرز والجوينتس والارتكوليشنز. بين بالبيت بعد كده يعني بنشوف السيرفس اناتومي بتاعنا. في عندنا الكلافيكل، ده الجزء بتاع الكلافيكل والسوبر كلافيكلا والاكروميوم والاي سي جوينت. طبعا يعني زي ما احنا عارفين زي ما احنا ما اتكلمنا عليها قبل كده، ولازم نبلبيت الكلافيكل السكابلو ثوراسيك السكابلو الجوينت والاكروميوم والاي سي جوينت الدلتويد الكوراكويد بروسيس البكتوراليز ميجور الترابيزياس اللونج هيد اوف بايسبس. ده من البوستيريور، ده فيو من البوستيريور. بنبلبيت السكابلر سباين الاكروميوم بروسيس السوبرا سباينيتاس الانفرا سباينيتاس الدلتويد الترابيزياس لاتسموس دورساي السكابلا الانفيريور انجل والميديال بوردر. دي الحاجات اللي احنا بنعمل لها بولبيشن. نيجي بعد كده طبعا بنشوف البولبيشن. في البولبيشن بنشوف اذا كان في تندرنس بوينتس، اذا كان في ديفكت او الكلام. الرينج اوف موشن في عندنا الفورورد فليكشن، وده الرينج بتاعها بيبقى من 160 ل 180. الاكستنشن بيبقى من 40 ل 60 ديجري. الابدكشن 180 ديجري. الادكشن بتبقى حوالي 45 ديجري. انترنال روتيشن واكسترنال روتيشن، الاكسترنال روتيشن بتبقى حوالي 90 ديجري ماشي. الانترنال روتيشن بتبقى من 60 ل 90. طبعا في ال انورد روتيشن او الانترنال روتيشن. وفي الابل سكراتش تيست ده بيشوف الايه الفورورد ديفليكشن او الايه السكابشن. ده بيعتمد على البوستيريور اكسترنال انترنال روتيشن برضو، ان هو يشوف بيوصل لحد فين بالظبط. المفروض ان هو بيوصل لحد الانجل الليفل بتاع الانجل اوف ذا سكابولا. في عندنا السكابولار ديسكاينيزيا، ده بنكمبير التو سايز اذا كان في يمه واحده في يمه واحده ولا في اليمتين. بيعمل الول بوش اب تيست اذا كان حصل اذا حصل وينجنج للسكابولا، وده سيمتريكال ولا اسيمتريكال، والمفروض ان هو بيبقى نو ولا مينيمال وينجنج. ده اللي هو الطبيعي ان هو بيبقى نو او مينيمال وينجنج. السترينس تيستينج بعد كده، يبقى احنا بعد الرينج اوف موشن بنعمل بنتست السترينس طبعا سبيسيفيك فور اتش ماسل، يعني كل ماسل على حد. جريد اوف سترينس طبعا من 0 ل 5، وبنعمل اللي هو السكيل بتاعها 0 اللي هو نو كونتراكشن، 1 اللي هو ماسل فليكتور فليكر، الجريد 2 موشن نوت اجينست جرافيتي يعني ويز جرافيتي، 3 اللي هي اجينست جرافيتي، 4 اللي هي موشن اجينست ريزيستنس، 5 اللي هي نورمال سترينث. السترينث تيستينج بنعمل في نعمل كل مصل على حده علشان بنكزامن كل مصل الانفرا سباينيتس والتيرز ماينور، ده اللي هي الاكسترنال روتيشن، ارمز تو سايز والالبو فليكسد اند ات 90 ديجري، وبعدين بنعمل اكسترنال روتيشن اجينست ريزيستنس.
ايه الانترنال روتيشن بتبقى العكس بتاع زي ما احنا شايفين كده، في بيبقى برضو اجينست ريزيستنس، بيبقى في فليكشن برضو الالبو في فليكشن 90 والارم ات ذا سايد، وبنعمل انترنال روتيشن في نفس في اجينست ريزيستنس. الانترنال روتيشن برضو علشان نعرف ان هي نشوف الليفت اب تيست او ليفت اوف تيست، علشان نشوف السبسكابلاريز برضو نشوفها هتوصل لحد فين، تو ذا هانش ولا تو ذا ميدل تو ذا باك ولا تو ذا انجل اوف ذا سكابولا. السوبرا سباينيتس في عندنا اللي هو الامتي كان تيست وجوبي تيست وتيست اوف سوبرا، دول تيست اوف سوبرا سباينيتس. تلتويد بوزيشن سيتنج ارم ستريت اوت البو لوكت سترينث صامس داون arm to at 30 degrees in scapular plane. Attempts to elevate the arm against resistance زي ما احنا شايفين. ال supraspinous empty can test برضو نفس الحكاية، ان احنا بنعمل elevation و الصمب بيبقى في داون وبيعمل elevation للارم في at the side برضو against resistance. Special provocative tests بقى اللي هم الimpingement signs والdrop arm test والspeed test واليركسون test وكروس ارم ابدكشن والسلكس ساين ابرهنشن تيست ريلوكيشن تيست اوبرين تيست وكلونك تيست. طبعا كل حاجه هنشوف هو فكره الحاجات دي كلها احنا لازم نشوف الصور بتاعت الاناتومي ديت علشان نشوف اذا كان ده البرس هيت، وادي احنا لما بنشيل دي بنعمل اكسترنال روتيشن بنجيب الجريتر تيبلوستي اجينست الاكروميون في والسب اكروميال برسا، فبن يعني بنزقهم قصاد بعض. ده الفكره بتاعه الايه التستات بتاعه الامبنجمنت ما بين الاكروميوم الكراكو اكروميال ليجامنت والاي سي جوينت وال والكراكو كراكويد بروسيس والهيومرال هيد. النير ساين احنا بنعمل بتبقى الارم في فورورد فليكشن وفولي بورونيتد placed in forced flexion trying to impinge the subacromial structures with humeral head. لو حصل بين يبقى ده positive test ده near sign. Hawken test زي ما احنا شايفين في الصورة ان هو الarm abducted و forward flexion و internally rotated و بنعمل forward elevation 90 degrees and forcibly internal rotate trying to impinge subacromial structures with humeral head. Pain is positive test. ده الفكره بتاعت الامبنجمنت، ده لو في partial sickness tear او impingement بيحصل بين لو في فول او incomplete tear بيحصل اللي هو الارم دروب ارم تيست. ده بنكزامن ازاي؟ لور ارم سلولي زي ما احنا شايفين كده ان هو بنرفع الايد خلي الايد نرفعها له نرفع وبعدين نخليه يبدا ينزل يبقى كنترول. لو هو فيلد في ان هو يعمل كنترول للارم ديورنج داون ده بيحصل لها دروب مره واحده ده بيحصل بيبقى بوزيتيف تيست. ده انيبل بوزيتيف تيست بيبقى انيبل تو لوور ذا ارم فيرسر ويز كنترول.
اللي هو وده انديكيت ال سوبرا سباينيتس او روتاتور كاف تير. البايسبس تندنوزس انجري تو ذا لونج هيد اوف بايسبس تيبيكالي ان اوفر يوز بيبقى ريبيتيتيف او امبنجمنت. ده الشكل بتاعها بتاع البايسبس اللي بيبقى في المنطقه دي كده اهو. ادي السايت اوف تندرنس دايما ماشي. وعلشان كده احنا لما بنيجي نعمل اكزامينشن بنعمل اللي هو السبيد تيست. السبيد تيست فورورد فليكشن وفولي سباينيتد وضغط من اباوت 10 ديجري ابلاي داونورد فليكشن برضه بيز بوزيتيف لو هو في بين. طبعا اللي هو لو هو في رابشر لللونج هيد اوف بايسبس بيحصل زي اللي هو الـ يعني بيبقى في بين وبيبقى في زي اسمها اللي هي اللونج هيد بلش. طيب برضه نفس الحكايه اليوركسون تيست برضه بيبقى نفس الهيد بتبقى برونيتد بنعمل لها سوباينيشن لان طبعا البايسبس بتعمل سوباينيشن نخليه يعمل سوباينيشن اجينست ريزيستنس فعلشان يضغط على يشد البايسبس. فلو هو برضه نفس الحكايه بين لو حصل بين يبقى بوزيتيف. الاي سي سيبريشن طبعا احنا عارفين الكلاسيفيكيشن بتاعته او لسه هنعرف الكلاسيفيكيشن بتاعته في المحاضرات الجايه. ده الشكل بتاعه وادي الميكانيزم اوف انجري بتاعته. الكروس ارم ادكشن تيست ده الارم بتبقى فليكس 90 ديجري مع ادكشن على اليمه الثانيه بالشولدر بوزيتيف لو هو حصل بين في الكروس ارم ادكشن. الشولدر انستابيليتي بالنسبه للشولدر انستابيليتي احنا طبعا احنا عارفين ان هو يعني ايه ديسلوكيشن ده كومبليت ديسربشن اوف ذا جوينت كونجروتي اور الاينمنت السبلكسيشن بارشل اور انكومبليت ديسلوكيشن اللاكستي سلاكنس اور لوسنس اوف ذا جوينت مي بي نورمال او ابنورمال. طبعا بيبقى قصاد ان الريديال نيرف يعني البوستيريور بيبقى الريديال نيرف او الانتيريور بيبقى وطبعا الاكزيلر نيرف بيبقى ممكن يحصل. السبيشال تيست في بالنسبه للانستابيليتي اللي هم السالكس تيست سالكس ساين انفيريور استابيليتي بيحصل ارم لاكسيد نيوترال بوزيشن بولت داون اتريست بوزيتيف تيست از فيزيبل عند الايه السالكس compared to the contralateral side مهمة جدا زي ما احنا شايفين كده ان هو الشولدر بيقع في الابلاي هو فليكشن و on the side بنعمل له داونورد بول داونورد. ده السالكس تيست ده بوزيتيف سالكس تيست. طيب الابرهنشن تيست ده ممكن يتعمل واحنا من قدام او واحنا من ورا وممكن برضو البيشنت نايم على السرير. الفروم انتيريور برضو احنا بنعمل هو كل الفكره ان احنا بنخلي المريض ابدكشن في ابدكشن واكسترنال روتيشن وبن ابلاي فور يعني انترو بوسترو انفيريور يعني فورس علشان نحن نخلعه. لو هو المريض عمل ابرهنشن ورجع ايده يبقى ده معناه ان هو هي ديسلوكيت فده بوزيتيف. ده الشكل الثاني او اللي هو الايه نحن برضو على الكاوتش كده ونقوم عاملين له اكسترنال روتيشن.
ده لو اتعمل من الابريهنشن من البوستيرور، لو اتعمل من البوستيرور بنفس الشكل كده. الريلوكيشن تيست برضو بيتست الانتيرور ستابيليتي، برضو بيحصل ابريهنشن تيست، احنا ممكن نقوم مرجعينه تاني يحصل ايه، المريض بيحس ان هو بيفيل كلانك او اي حاجه، يعني ان هو بيريليز. ليبرال تير، في يا اما اللي هو سبيرو ليبرام، ده جلنود ليبرال تير، يا اما ان هو تير يا اما في السلاب ليجن اللي هو سبيرو ليبرام انتيريور اند بوستيريور، او البانكارت ليجن. ودول بيعملوا كلاكينج او كلانكينج لي مع الموفمنت، بيعملوا طق يعني بالعربي كده، بيحس ان هو طق او بتكه، ديت يعني ممكن تتحس، فاحنا بنعمل لها اكزامينيشن ان هو بنعمل اوبرين تيست، اوبرين كومبريشن تيست ان هو ابدكشن 90 ديجري، وال ماكسيموم انترنال روتيشن وفليكشن 10 ديجري، وبعدين بنريزيست يقوم يحصل بين عند البايسبس تندر. ده لو كان سلاب ليجن، او ان هو يحصل يعني بين في الشولدر جوينت لو كان اللي هو البانكر ليجن. فور الليبرال باثولوجي برضه نفس الحكايه، ريبيت تيستنج نعمل لنا برضه بيبقى بينفو. الليبرال تير برضه ممكن يعمل لنا اللي هو الكلانك، ممكن نعمل برضه الكلانك تيست ان احنا بنقوم عاملين له ابدكشن وانترنال روتيشن، و ابدكشن وفليكشن وانترنال روتيشن الاثنين مع بعض، ونعمل معاهم اكزيال لودنج، بيحصل بوزيتيف لو هو اودبل كلانك او كاتش او جرينت. نيجي بعد كده من الحاجات اللي هي ممكن نتقال عليها ان هي من الحاجات الدياجنوستيك برضو او من الاكزامينيشن، ان احنا نعمل انجكشن ل طبعا مش انجكشن لكورتيكوسترويد، لا احنا بنعمل انجكشن لزايلوكين. طبعا لازم يبقى اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن، ممكن نعمل انجكشن للاي سي جوينت او السباكروميال سبيس او جلينو هيومرال جوينت او البايسبس تندون، وده بيبقى لو حصل ريليف اوف بين بيحصل، ده بيبقى دايجنوستيك لل سواء للاي سي جوينت او السباكروميال برسايتس او اللي هو الامبنجمنت، او لو كان مصدر الجلينو هيومرال البين هو مصدر من مصدره من جلينو هيومرال جوينت، او اذا كان مصدره من البايسبس تندون خصوصا في البايسبيتال فصة، ده بيحصل في البايسبيتال جروف، ده بيبقى البين بتاع بيحصل ريليف. ده كده احنا وصلنا لل يعني الحاجات اللي هي اللي احنا ممكن نعمل اكزامينيشن، ازاي نعمل اكزامينيشن للشغل. طبعا المحاضرات الجايه هيبقى في كل حاجه، هيبقى فيها كل زي الاكزامينيشن والاكزامينيشن بتاعها والتريتمنت بتاعها والكلام ده. وشاكرين جدا. شكرا جزيلا اخي الحبيب استاذ دكتور حسام البيجاوي على المحاضره الجميله دي على هاو تو اكزامين ذا شولدر. المحاضرات النهارده تعتبر البيزك اللي هنتكلم عنه بعد كده في الكورس ان شاء الله. فدي طبعا دي الفرشه بتاع الكورس بعد كده اللي قالها الدكتور خالد بيه المطراوي والدكتور حسام بيه البيجاوي. فنشكر حضرتك دكتور حسام على المحاضره الجميله دي يا حبيبي. دكتور محمد بيه جوده اتفضل يا فندم. يعني الحقيقه طبعا يوم دسم جدا، محاضرتين بيكملوا بعض. دكتور حسام بيه الحقيقه كمل على نفس الخط اللي كان بيكلمه الدكتور خالد، محاضرة قيمة وأنا شخصياً اتعلمت واستفدت منها كتير. إن شاء الله تبقى بداية قوية للكورس بتاع مناظير الكتف،
وربنا يوفقك يا دكتور حسام، وربنا يوفقك دكتور محمد. بشكرك يا سعادة الباشا دكتور محمد بيه الأشهب على يعني بصراحة الجهد الخرافي اللي حضرتك بتبذله. حقيقة بانها يعني أنا ما بقابلش حد إلا وبيشكرني على الكورس المتميز، اللي هو كمان مش بس كورس كبير للعظام، إنما كمان كورس متخصص خد كل سب سبيشاليتي وراح في العمق بتاعها، وما بقاش كمان كورس بنهاوي، ده بقى كورس ناشونال وبقى كورس انترناشونال بعد مشاركة الزملاء من العالم العربي وكمان من العالم من أوروبا ومن غيره. أنا بشكر بمجهود حضراتكم، بوجود حضراتكم يا دكتور محمد بيه والدكتور حسام لا وكل لا الاورجنايزنج كوميتي اللي موجودة بصراحة. يا دكتور محمد، ما لا أشكر الناس لا أشكر الله، الجهد الله الكبير يكرمك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، حضرتك ربنا يبارك فيك. الدكتور أحمد الشيخ وأولادنا وزمايلنا الصغيرين، حضرتك بتقود منظومة رائعة والناس بتعمل بحب لأنها شايفة إن حضرتك بتسيب شغلك وبتسيب عيادتك وبتسيب كل حاجة، وإحنا نعرف حاجات مش هنقولها على الهوا إن قد إيه أنت كنت في ظروف صعبة، وبرغم هذه الظروف الصعبة حضرتك أصريت إنك تبقى موجود وإنك ربنا بتشارك يخليك يا وإنك حبيبي، تبقى دايماً يعني راعي لزمايلك وأولادك عشان الكورس ده يبقى يستمر بإذن الله. ربنا يخليك، إن شاء شكرا الله لك يكون حبيبي، صدقة جارية على روح عم، يا رب وإن يا شاء رب الله ربنا تبقى يرحمه يعني ويتجاوز عنه يا رب. بتنتهي امين يا رب، حسناتك أنت كمان، امين يا رب، يعني على امين الجهد اللي أنت بتعمله، ربنا يرزقنا وإياكم يا الإخلاص. رب. شكرا دكتور حسام، شكرا دكتور خالد بيه، وبشكرك دكتور محمد على دعوتي إن أنا أكون العافية مشارك في بيه، ده انت صاحب الكورس اصلا، يعني العفو الفضل. هو بارك الشولدر الله ما يكملش من غير وجود حضرتك يا دكتور محمد. محمد، يا احنا استاذ الكورس لا الخير يكمل الا والبركة. بيك يا عم دكتور محمد، واحنا بنشكر طبعا الدكتور اسامه حجازي ان هو كان موجود معانا في تأبين او يعني نعيه للدكتور عمرو الجزار، يعني احنا برضو بنشكره لان هو الراجل يعني كان مهتم جدا، وربنا يجعله يجعلنا عند حسن ظنه يعني. عارف من زمان يعني الدكتور اسامه كان بيعتبر عمرو ده ابنه، هما في الاصل بلديات، كنا وهو كلنا اولاد ابوه دكتور اسامه، هو يعني كلنا اولاده، لكن عمرو بالذات كان عارف انه كان له معزه خاصه عند دكتور اسامه. ربنا مظبوط. يرحمه ويجعله في عليين يا رب. آمين يا رب، آمين امين يا يا رب. رب. استاذ شكرا دكتور محمد بيه، لو في كويستشنز قدام سعادتك. لا سيادتك مديريت بقى، ده هنا حسام اللي هي مديريت بنفسه. انا في قدامي يا حسام بيقول هاو تو، لا ده سؤال ما كانش للموضوع ده، ده كان سؤال للدكتور خالد. ده دكتور خالد بيه المطراوي. لا مش عايزين اعتقد هي المحاضره بتاع حضرتك دكتور حسام كانت فيري اوبفيس اند فيري كلير، يعني اعتقد ان هي ما مش هنلاقي فيها كويستشنز كتير، لان هي كانت الستريتيف جدا كلها بصراحه. انتوا بس سهرتونا الفجر يا دكتور محمد، ده وانا راجل لسه عضل بنام بدري يا دكتور محمد. المحاضره الجايه بقى ان شاء الله حضرتك هتسهر معانا، لان هي جايه من البرازيل، يا فيعني لا ماشي امرنا لله. احنا نشكر حضراتكم دكتور حسام بيه واخويا الحبيب ربنا يخليك استاذ دكتور محمد بيه جوده، وكيل كليه طب بنها لشؤون الطلاب، وشرف لنا ان دكتور خالد بيه المطراوي كان معانا النهارده. النهارده افتتاح كورس الشولدر ان شاء الله بامر الله، يعني ساعدنا بوجود حضراتكم، وهنكمل باذن الله تاني محاضره في الكورس يوم الخميس باذن الله تعالى الساعه 10 مساء مع استاذ دكتور عمرو رشوان، بروفيسور اوف اورثوبيديك سيرجري كايرو يونيفرستي. He will speak about shoulder biomechanics with Professor Mauricio Raffaelli from São Paulo, Brazil, will speak about subscapular steel. إن شاء الله نشوف حضراتكم يوم الخميس الساعة 10 مساء بإذن الله تعالى. وشكرا دكتور محمد بيجودة، وشكرا دكتور حسام بالبجاوي على وجود حضراتكم طبعا في الكورس بتاعكم أصلا، يعني أنا أضيف عليكم يا بيه. بالعفو. شكرا لكم، جزاكم الله كل خير. رائع والجهد الجميل، كتر خيرك، ربنا يبارك فيك. تصبحوا على الف خير يا فندم. وحرك بالف خير، متشكر. شكرا يا فندم، مع الف سلامه. مع السلامه.